طب ده فيتامين دي، ايه الفيتامينات التانية يا دكتور اللي هي يعني ده فيتامين دي وله مشاكل كتيرة، لكن ايه تاني؟ فيتامين بي، وقلنا فيتامين اي كمان اظن. يعني هرجع بس لفيتامين دي. الحقيقة فيتامين دي كانوا زمان بتصوروا بس ان هو حاجة مكملة، يعني عشان تكوين الخلايا، وعشان برضك ان هو بيخش في كثير من التركيبات في الجسم. اتضح الحقيقة دلوقتي انه بيشتغل زي كأنه هرمون، يعني وبالتالي بيلعب دور رئيسي كمان في المناعة. عشان كده كثير من الأمراض المناعية ابتدى فيتامين دي يهتموا بيها، يعني وبقت موضة. يعني مثلا بنتكلم على ان فيتامين دي، طبعا انا مش عاوز اعمم، بس في دراسات بتقول انه ممكن يأثر على الاكتئاب، دراسات تانية بتقول ان هو ممكن الالزهايمر، ممكن دراسات ان هو الكانسر يعتبر نوع من انواع الامراض المناعية، لانه في النهاية في لحظة معينة بيعمل وقاية. يعني في دراسات بتقول ان بيعمل درجة من الوقاية، وزي ما كنت اتكلمت من شوية على مرض زي التصلب المتعدد. فبقى في لستة طويلة من الامراض انه قد يساعد نقص فيتامين دي على حدوثها. طبعا برضك هنا ده شيء بيحمل خطوره شويه، لانه لو انا ابتديت اي شخص بيشتكي من مرض معين مثلا في الاعصاب واحلله فيتامين دي، الاقيه واطي، اقول لا ده هو عشان عنده نقص فيتامين دي، فده طبعا ده ممكن يلخبطني شويه. لكن ناخد بالنا برضك لما يطلع التحليل واطي، الافضل ان احنا نقدر ندي نصلح فيتامين دي، لان هو بيلعب دور مهم قوي. بنصلحه بايه؟ بسبلمنتس ولا حقن ولا ايه؟ لا غالبا بسبلمنتس، يعني في دلوقتي ادويه يعني جرعات متفاوته، بس غالبا بتبقى جرعات عاليه، يعني عشان اقدر اصلحه بارقام كويسه غالبا بتحتاج جرعات عاليه، يعني ممكن نوصل ل 200,000 مثلا في الشهر او اكتر. يعني ونسبه التحليل ده بيبقى ايه؟ يعني بيبقى اقل من ايه عنده؟ يعني لو اقل من 20، اعتقد 20 يعني بيعتبر. احنا بنشوف دلوقتي ساعات ارقام 5 و4، ويعني بنشوف ارقام قليله جدا. اقدر اقول انا الحته دي؟ اقل من 10 ده بيبقى نقص فيتامين دي، ده محتاج ياخد جرعات. 10 ايه؟ 10 يونت، 10 نانو بالمللي جرام، بالمليليتر سوري. من 10 ل 20 ده بيبقى نقص في الفيتامين، ولكن مش نقص جامد. من 20 ل 30 دي نسبة صحية كويسة، اللي فوق 30 هو الاوبتيمال. فاحنا لو عملنا التحليل ولقينا اننا تحت العشرة، لا ده محتاج جرعة عالية. من 10 ل 20 لازم ادي، من 20 ل 30 ممكن ما اديش، فوق ال 30 طبعا ده شخص عنده صحة كويسة.